مساءكم خير. على مدار الأسبوع اللي فات كان في مجموعة من القصص، وبخلاف متابعتنا المستمرة لقصص واشتباكات درامية على مدار الأسبوع، بالمناسبة الأسبوع ده كان هادي جدا من زاوية الاشتباكات، يعني ما كانش، كان في بعض الأعمال الدرامية والفنية لا خلاف عليها، لكن كان في اشتباك بقى يخص القيم والحرية والمبادئ الطبيعية اللي ظهر جيل جديد بينتصر ليها. قبل ما نقول إن المجتمع اتغير وإنه حتى أجهزة الدولة تغيرت في شكل تعاملها، العظيم إنه ظهر جيل جديد هو بنفسه قادر ينتقي التصرفات المش مقبولة بالنسبة له. بالمناسبة الأجيال الجديدة أو المواطن العالمي الجديد اللي هو شئنا أم أبينا، هو المواطن المصري اللي آفاقه عالمية وعينه شايفة العالم وعينه شايفة الحقوق الطبيعية لأي إنسان والحريات والموازين الطبيعية للحريات لأي إنسان في أي مكان في العالم. النوع ده بقى من الناس ابتدت تنتصر لفكرة إنها توقف دايرة الاعتداء على القيم الأهم زي المواطنة والحرية. بفكركم ليه بالحكاية دي؟ لأنه على مدار الأسبوع اللي فات كان في حالة كده من الإجماع على رفض سلوك مشين لسيدة داخل عربة مترو تدخلت بشكل سافر في الكلام مع بنات في المترو، وفجأة كده عملت نفسها وصية عليهم وقررت وقيمت وزعقت وشتمت، والموضوع كبر جدا. كان الفضل للسوشيال ميديا في أنه تتكشف الحادثة، لأنه الحادثة دي وبيحصل غيرها كتير كل يوم، لكن كمان كان في حالة كده من مش هقدر أقول الإجماع، لكن حالة من الرفض الجماعي للسلوك ده، وده اللي بقول لحضراتكم عليه، ده المواطن الجديد أو ده الجيل الجديد اللي شئنا أم أبينا مش هتدخل عليه الطريقة دي، مش هتركب معاه، مش هيخاف منك بالمناسبة، مش هيوطي راسه ويسكت، مش هيقول لك طب نتقي شره. أي شخص بيعتدي على حقوقه الأساسية مش هيعمل كده. الجيل الجديد بيعمل إيه؟ بيرفض وبيعترض وبيرصد وبيسجل، وكمان بيقدر يحشد بكل سهولة. كان ناقص بقى الخطوة الأهم، إنه مش بس ردود فعل الناس، لأنه زي ما بقول لحضراتكم كده أنا بنفسي أو يعني وكتير مننا في دوائرنا القليلة قادرين نرصد إنه فرق الأجيال في حتة إيجابية جدا فيما يخص مبادئ الحريات ومبادئ الحق الأساسي، لكن برضو الأمر لا يخلو من أنه هو مش هيعرف لوحده يرفض، وهو مش هيعرف لوحده يكمل للآخر في الحرب اللي هي صعبة بالمناسبة. يعني أنت ما تقدرش لوحدك تكمل في أنه شخص بيقرر أنه يعتدي على حقك مثلا في أنك تمشي في الشارع بحرية، مش هتقدر لوحدك، هتقدر ترفض سلوكه، لكن هتحتاج لقوة القانون وهتحتاج لوجود حقيقي للدولة. عشان كده في القصة دي كانت الحاجة الإيجابية مش إلى جانب ردود فعل الناس أجهزة الدولة، فكرة أنه أجهزة الدولة تنتصر لنفس الأفكار ونفس القيم اللي أهل البلد الطبيعيين بينتصروا لها، دي حاجة بتقول لنا أنه إحنا في التغيير. كان قبل كده يفضل الناس يصرخوا يقولوا طب والدولة عملت لنا ايه؟ طب فين اي حد كان يلحق الموقف في المترو؟ ما حصلش، لكن على الاقل وزارة الداخلية عملت واحد من المواقف الاسرع كمان في التحرك، يعني بسرعة وفي خلال اعتقد انه يوم او ما كملناش كان يومين على الحادثة وانها حصلت. وزارة الداخلية اعلنت ده على صفحتها، قالت انه تم تحديد وضبط السيدة المرتكبة لواقعة التعدي على الفتاتين، وقالت وصفت الواقعة ووصفت بتوصيف مظبوط أنها اعتدت على فتاتين بالسب والشتم والضرب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق لاعتراضها على ملابسهن. تخيلوا يعني الست العظيمة دي قررت أنها تعترض، مش بس تبص البصات اللذيذة اللي ساعات يعملوها الناس في الشارع، لكن لا تعترض وتزعق ويحصل زي ما حضراتكم شفتوا. بيان الداخلية قال أنه تبين السيدة ربة منزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة اسم شرطة دار السلام بالقاهرة. بمواجهة السيدة أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهما بارتداء ملابسها بطريقة محتشمة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها. في الوقائع دي زي ما بقول لحضراتكم، يعني كفيل جدا الأربع خمس سطور اللي انتوا شفتوهم كده على صفحة وزارة الداخلية كفيلة بأنها تقول رسائل صدقوني لا حصر لها، كفيلة تقول إننا دولة في المقام الأول، إحنا مش في غابة،
احنا مش في مكان عشوائي ينفع اي حد يعتدي على حريه اي حد، مش بس في حاجه تشبه كده او تشبه اللبس، ولانه بالمناسبه لو ده حصل في المترو من سيده مصريه لفتيات مصريات، تعالوا بقى احكي لكم اللي ساعات بيحصل في الشارع مع سائحين اجانب. تعالوا نحكي بقى ان السلوكيات دي لو اتثبت كده من غير ما احنا نقف قصادها، لا تعالوا نحكي بقى في تفاصيل كتير، وتعالوا نحكي في كميه التمييز والعنصريه اللي بتحصل. ليه الصيف جاي علينا، ما انتوا عارفين، عنصريه من الطرفين، عنصريه من انصار المايو ومن انصار البكيني، وحدث ولا حرج. لو اتثبت الحاله دي يبقى احنا مش في دوله، وبالتالي بيان وزاره الداخليه بيقول لك رقم واحد انك في دوله، رقم اتنين بيقول رساله انك دوله تنتصر للحريات، تفهم يعني ايه حريات، وتفهم يعني ايه مواطنه، وتفهم يعني ايه حدود شخصيه لكل واحد مش من حق حد تاني يتعدى عليها. والرساله الثالثه لو ده حصل وبحسم في المواقف الصغيره، يبقى تقدر تقول ان الدوله تقدر تقول لك انا هكون حاضره كمان في المواقف الاكبر. ما هي دي مواقف ما تعتبرش صغيره، لكنها بتعتبر دلالات مهمه على حاجات اكبر ممكن تحصل فيها تعدي. فيها تعدي بمعنى انه اي حد فينا احنا كده، اي حد قليل أو ينقصه قدر من الثقة أو هو نفسيا مرتبك، بيبقى عنده حالة من محاولة كده إنه يلبس العظمة ويبقى واصي على بقية الناس. فأي حد بقى قليل يطلع يبقى واصي على بقية الناس تبقى باظت. وطبعا السوشيال ميديا واحدة من الساحات اللي بنشوف فيها ده كتير. موقف الدولة عظيم ومهم، رد فعل الأطراف المختلفة هو ده الأهم، ودي النقطة الأخيرة اللي عايزة أتكلم فيها في الموضوع ده. لأنه فاكرين حوادث التحرش كان بيحصل ايه في الاول؟ الاول كان بيحصل تغاضي، وزي ما كنا بنوصف بالظبط انه يسكت، تسكت الضحيه كده وتوطي راسها وتمشي، وبعدين تغضب وتكتشف ان اللي عملته ده غلط، وبعدين ابتدت الحكايه تتطور انه بدات ترد، وبعدين بدات تسجل محاضر في اقسام الشرطه، وبعدين بدا المجتمع يتحرك. الحاجه الوحيده اللي نقصانه في الحوادث اللي زي دي طبعا الموقف العظيم لوزاره الداخليه، وكمان انه يفضل حاجه اسمها حق المجتمع، يفضل حاجه اسمها انه حتى لو السيده دي او البنات دول قالوا خلاص سماحي يا عم دي قد امي انا هتنزل عن المحضر، الدوله تقول انه في عقوبه ما للسلوكيات المش مظبوطه دي. في بعض الدول بتبقى عقوبات مش سجن ولا حاجه، هي عقوبات خدمه اجتماعيه، عقوبات تهذيب وتقويم، تحضر كورس إجباري لأي حاجة، خلينا بني أدمين أي حاجة. لكن في حق حقيقي وأصيل للمجتمع اللي دمه بيفور كده مع الأحداث، وفي الآخر بيلاقي إن الأطراف المتنازعة أحياناً ممكن تكون بتتنازل عن حقها في القضية. لئلا يتكرر الموقف يحصل الحسم اللي مطلوب. كل الشكر أولاً لأجهزة وزارة الداخلية اللي هدت الناس وبسرعة وعملت الدور الإعلامي والأمني بشكل جيد جدا. كل الشكر لكل اللي رصد واللي اتحرك واللي فعل، وكل الشكر لأي حد هيكمل المشوار ده، لأن احنا بالمناسبة في المجال ده عندنا مشوار طويل قوي لسه محتاجين نكمله في مجال ضبط الحقوق والحريات من الناس للناس، من الناس لبعضها. بعد الفاصل هنكمل معاكم كمان، لانه يعني عندنا حديث لا يخلو من الامل عن بمناسبه عيد تحرير سينا واللي بيحصل في ارضنا في سينا بعد الفاصل. دي كانت احدى المبادرات اللي طلعت من وزاره الشباب والرياضه، واي ال واي، شباب يدير شباب. طبعا يعني الابن والاخ والصديق ابننا شهاب جمال الدين عامل حاجه جميله جدا النهارده في رياده الاعمال، انا بشكره عليها جدا. دايما الواي ال واي كل يوم على مستوى مصر مجهود واضح وحاجات جميله جدا وخارج الصندوق، وبيشتغلوا على نفسهم كويس قوي، مش مجرد تنظيم ايفنتات او مهرجانات او مسابقات، لا ده كمان في تنميه بشريه وفي كل يوم والتاني حاجه جديده بيرتقوا بمستواهم ليها. يعني احنا النهارده عاملين ايفنت اسمه اتس اون، ده لرياده الاعمال. طبعا احنا النهارده بنساعد الشباب ان هم يعرفوا ازاي ياخدوا الخطوه. كان معانا سبيكر كتير من الشباب الناجحين اللي قدروا يعملوا ده، جم ادونا سيشن صغيره علشان نعرف نتعامل مع ده، وطبعا كل الشباب
مبسوطين باللي حصل النهارده. هو الاستفاده الكبرى ان احنا بنتعلم ازاي ناخد الخطوه، هم طبعا عندهم خبره من قبلنا فادونا الخبره دي، قالوا لنا ايه الاخطاء اللي ممكن ما نقعش فيها، فكل دي كانت حاجات كويسه جدا. النهارده كان عندنا الحقيقه ايفنت جميل جدا، في الشباب من جروب واي ال واي والشباب والرياضه، الحقيقه الشباب ما شاء الله متحمسين جدا. كنا بنكلمهم عن رياده الاعمال، ازاي يبتدوا الشركات الناشئه بتاعتهم، ايه الحاجات اللي ياخدوا بالهم منهم، ازاي يختاروا الفكره، ازاي يختاروا التيم ممبر او الناس اللي هيشتغلوا معاهم. يوم جميل جدا، انا الصراحه مبهور بلدرجه كبيره جدا بكميه الشباب الموجوده، بكميه الحاجات اللي بتحصل في مراكز الشباب بتاعت الحكومه، وبنشتغل على طلبه الجامعات الحكوميه كمان. لا شيء يعني في بايونير. الفعاليات النهارده يعني ممتازه جدا، وبجد الايفنت ده كان مفيد ليا، وخصوصا ان انا مجالي بزنس وكليه تجاره وكده، فاكيد كان مفيد ليا، وخصوصا ان انا ممكن في المسابقه يبقى عندي فكره مشروع، فلما اجي امشي فيها ابقى ماشي على خطوات مبنيه صح. احسن حاجه النهارده كان ان هم بيقولوا معلومات جديده من واقع خبرتهم فعلا، يعني مش مجرد كلام ممكن تقراه على اي ويب سايت، لا هم فعلا بيكلمونا عن الحاجات اللي هم جربوها وبينقلوا لنا خبرتهم، وكمان بيقولوا لنا الحاجات الاخطاء اللي هم وقعوا فيها عشان نتجنبها، فدي حاجات مش هنعرفها من اي حاجه اكاديميه، لازم نشوف ناس عملوا ده قبل كده. كنت مبسوطه ان انا حضرت النهارده الايفنت، كان عندي شغف ان احضره واتعلم ازاي نبدا مشروع وازاي نخطط له وازاي كمان نطوره. اتبسطت بكل السبيكر وكل الناس اللي اتكلموا، كلهم اتكلموا عن الاخطاء اللي احنا ما نكررهاش من تجاربهم، فاستفدت جدا وبس مبسوطه ان انا حضرت النهارده. الفعاليات والله ممتازه جدا، بتخلي الشباب اللي هم يرتبوا افكارهم ازاي، لو حد حابب مثلا بيفكر في بروجكت فيعرف يخلي الترتيب بتاعه يكون ازاي، يحط البوينتس المهمه تتحط يحط ايده عليها، لو هو مثلا بيحاول يدور على حد يساعده في الحته الماديه يقدر ياخده، وازاي يشرح له ان هو ازاي ينفست الفلوس بتاعته او يقدر يستثمر فلوسه في افكار جديده بتاعت افكار الشباب. مساءكم خير. من النهاردة كده ولحد نص شهر 5 عندنا مجموعة من الأعياد المتتالية اللي مصر بتحتفل بيها بكل الطرق وبكل الأشكال وبكل الطقوس المتاخمة والملازمة ليها. كمان في الأعياد، طبعا الأعياد والاحتفالات بعيد القيامة وعيد الفطر المبارك وبينهما عيد تحرير سيناء، لكن دايما الأعياد الوطنية أو هكذا تربينا وكبرنا ولقينا الموضوع، يعني الأعياد الوطنية كانت تعدي علينا بغنوتين حلوين كده في التلفزيون ونسمع شكر وتقدير ويوم أجازة، وأي حد فينا ما يبقاش بيبالغ لو قال إن هي في ذكرياتنا كده محفورة ده العيد الوطني، يعني هنعمل إيه يعني. لكن الحقيقة العرف تغير وبقت مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية يتزامن بعض الأمور اللي مهم نسلط عليها الضوء. السنة دي واحنا بنتكلم عن تحرير سيناء، بالمناسبة مش السنة دي تحديدا عشان نبقى أكثر دقة، من 2016 واحنا بنتكلم عن تحرير سيناء، احنا بنتكلم مش عن تحريرها ثم تركها بلا اهتمام وتركها بلا رعاية وتركها بلا موارد وبلا إمدادات، وترك شعبها بيعاني من قصص ومخاطر كانت نتيجتها كل اللي عشناه على مدار السنين اللي فاتت. مش ده التحرير، طبعا تحرير الأرض دي كانت الفكرة الأغلى، لكن كمان كان ناقصنا حاجة كبيرة جدا، احنا كنا عايشين على الذكرى، على ذكرى تحرير سيناء، لكن الحقيقة انه تحرير الأرض، تحرير الوطن، زي ما احنا من دقائق كنا بنتكلم، احنا في معركة تحرير أفكار، فتحرير حتة من أرض مصر أو استعادة جزء من أرض مصر مش بس ان انا استعدتها لسيادة عسكرية وده العظمة وده الأهم وده القيمة الأغلى، لكن كمان لسيادة حقيقية للشعب، إنه الناس تعيش وتعيش بالمعنى الحقيقي للإعاشة. وعشان كده تغيرت بقى شكل الاحتفالات، فمن 2014 سيناء بقى التعامل معاها مختلف تماما. سيناء يبقى نتكلم عن مشروعات حقيقية بتحصل في سيناء، سينا يبقى نتكلم عن تعمير حقيقي. يعني يمكن انتوا تلاقونا احيانا لما نتكلم جوه القاهره كده نقول لك كفايه مدن بقى، يعني القاهره كبرت جدا لدرجه انه احنا مش عايزين القاهره تتوسع اكتر من كده، لكن
نتكلم عن سينا، تبقى عندك اولويه هي التعمير، السكن، الناس تسكن وتعيش، ويبقى عندك اولويه تشوف مشروعات. اللي احنا شايفينه على الشاشه ده سينا، مش العاصمه الاداريه بالمناسبه، مش اي مكان تاني. اللي احنا شايفينه مش جامعات في قلب القاهره، لا، اللي احنا شايفينه على الشاشه ده في قلب سينا. سينا اللي هي برضه في ذهننا وفي ذاكرتنا وفي خيالنا وفي زياراتنا القصيره السريعه ليها انها صحراء، لا، مش المفروض ان سينا تبقى صحراء. سينا حجمها اكبر من حجم مجموعه دول مجتمع. فدي سينا اللي نعرفها. من 2014 بقى حصل ايه في سينا؟ حصل ما يزيد عن 462 مشروع، مشروعات خدمات ومشروعات طرق ومشروعات بنيه تحتيه ومشروعات حقيقيه تقول لك انه لما بنحتفل بعيد تحرير سينا احنا بنحتفل باستعاده او باعاده احياء سينا اللي كنا بنتمناها بقالنا سنين طويله. خلونا نسال عن التفاصيل. التفاصيل المشروعات دي يمكن أشطر واحد فينا عارف واحد أو اتنين منهم، لكن إحنا محتاجين نعرف أكتر إيه اللي بيحصل في أرضنا وفي بلدنا. سيادة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ممكن يشاركنا بتفاصيل أكتر. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك، وكل عام وحضراتكم بخير، وتحياتي لأهل سينا ومدن القناة. تحياتنا لحضرتك. ويمكن إحنا مقصرين اننا نتابع، لكن المشروعات كتير بصراحه. يعني انا اول مره اخد بالي ان هم 462 مشروع، وده رقم كبير يصعب على اي حد فينا انه يبقى عارف تفاصيله. لكن واحنا بقى فعلا بنحتفل، احنا عايزين نعرف من حضرتك كان ايه التصور او كان ايه التوجه على مدار السنين اللي فاتت، وايه اهم المشروعات اللي حضرتك شايف انها حققت الاهداف المطلوبه لتعمير حقيقي لسينا. هو حضرتك، بس انا احب انوه ان 462 مشروع دول اللي قام بيهم جهاز التعمير التابع لوزاره الاسكان، بخلاف جميع المشروعات اللي بتقوم بيها الوزارات الاخرى. يعني يعني هم اكتر بكتير من الرقم ده، كتير جدا من الرقم ده. لو احنا بنتكلم في تعمير سينا، لا، ده كل وزاره وكل جهه في الدوله لها ملف في تعمير سينا. لو احنا بنتكلم في التعمير فقط، لا، ده احنا كل مناحي الحياة بتتعمر في سينا. بمعنى حضرتك تقصد كل وزارة ليها ملف، يعني مثلا وزارة التربية والتعليم، حضرتك بتبني مدرسة، وزارة التربية والتعليم تشتغل على تطوير وبنية أساسية والتعليم العالي والتعليم العالي مع الجامعات وهكذا وهكذا. كل وزارة الري، وزارة الزراعة، كل وزارة لها ملف في التعمير سينا. طبعا. لكن احنا النهاردة بنيجي نتكلم في المشروعات اللي تم تنفيذها على مستوى سينا، يمكن على مستوى بقى أجهزة الدولة بالكامل، بنتكلم في ما يقرب من 800 مليار جنيه دول من 2014 وبيصرفوا على تعمير سينا في كل مناحي الحياة. النهاردة لو جينا نقول بقى عايزين ننفذ هذه المشروعات بالتكلفة دي، تقريبا هتوصل للضعف. كان الدولة سباقة، ويمكن فخامة الرئيس كان مصر بعد تغير الأسعار، وبعد أكيد طبعا. ويمكن فخامة الرئيس أشار لهذا الموضوع أنه هو بيحاول بيجري بالمشروعات وسرعة تنفيذها، لأن الأمور ما بتبقاش مضمونة زي ما احنا شايفين دلوقتي. احنا يمكن في نقطة مهمة عايز أقولها، أن محافظات القناة لها حدودها الإدارية الشرقية في سينا. يعني هي سينا مش محافظة شمال وجنوب سينا فقط، لا، ده في جزء منها في ثلاث محافظات القناة، سويس وإسماعيلية وبورسعيد. وبالتالي تم إنشاء ثلاث مدن جديدة داخل هذه المحافظات في سينا. يعني عندنا في شرق بورسعيد في مدينة سلام مصر، دي فيها اتنين جامعة حاليا وصلت نسبة تنفيذهم 60%، غير جامعة راس سدر اللي اشتغلت وجامعة شرم الشيخ. عندنا او الجزء اللي هو من شرم الشيخ فيها، عندنا مدينة الإسماعيلية الجديدة، ودي تم الانتهاء منها وفيها كافة الخدمات اللي ممكن المواطن يحتاجها، وفادت كل القرى المتواجدة في نطاقها بخدماتها، سواء بقى صرف صحي ومياه وكهرباء وخلافه. عندنا مدينة السويس الجديدة، ودي في المنطقة اللي هي ما بين عيون موسى والنفق، دي تم البدء فيها فعلا، وجاري تنفيذ الطرق والمرافق لتكون مدينة برضو عمرانية جديدة داخل سيناء. يعني احنا بنتكلم في ثلاث مدن داخل سيناء، بخلاف مدينة رفح الجديدة اللي هي حاليا موجودة في. انا مستنية بقى حضرتك تقول لنا رفح الجديدة، لان دي قصة تانية.
يعني رفح وهي النقطة اللي كانت أخطر والنقطة الأبعد إذا كان توصيف مظبوط. ده أكيد فعلا، لأن حضرتك طبعا كانت هذه المنطقة فيها مشاكل أمنية كتير جدا، وكان السكان اللي موجودين فيها كانوا بيعانوا من يعني ويلات التعامل مع الإرهابيين وخلافه طبعا. لأن هذه المنطقة تم يعني تحرق يعني استرجاعها بصورة طيبة، وأهالينا فيها بدأوا يرجعوا لمدينة رفح الجديدة ويرجعوا لقراهم بأسلوب حضاري ومتطور، وبنقدم لهم كافة الخدمات الموجودة. احنا بنوصل جميع المرافق، ويعني مش عايز اقول يمكن على مسؤوليتي ان ما فيش واحد من اهالينا في سيناء مش واصل له الخدمات اللي بيتطلبها المواطن، سواء من مياه، من صرف صحي، من غذاء. انا شايفاه كمان طاقه شمسيه، طاقه شمسيه وزراعه، جهاز تعمير منفذ 30 مزرعه نموذجيه على مستوى محافظات سيناء، بتقدم كل ما يتطلبه المواطن من خضروات وفواكه وخلافه، واسماك كمان، عاملين فيها مزارع سمكيه، بنحفر بير وبنطلع منه الميه، وبنستخدم الاحواض الموجوده في زراعه السمك داخل هذه الاحواض، ويمكن الصور واضحه جدا. نزرع نخل، صور مبهره الحقيقه. انا هم اللي بيشتغلوا في هذا المكان بالزبط. هم اللي بيشتغلوا. لا مفهوم طبعا ان المشروعات بالحجم ده يعني تشغيل حقيقي لاهل سيناء، يعني بنحل مشكلات جانبيه كانت بالنسبه لنا مشكلات مزمنه يعني. انا عارفه بخلاف بقى المناطق الصناعية، يعني احنا عندنا المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد دي على حوالي 63 كيلومتر مربع للصناعات الخفيفة والمتوسطة، عندنا أكبر مجمعات لتصنيع الرخام يمكن في الشرق الأوسط، موجودة في منطقة راس سدر وفي منطقة الجرجاف، يعني مصانع عالمية، لأن احنا عندنا طبعا عارفين نسينا فيها المحاجر بتاعتها وغنية بالمواد الخام، وبالتالي بنستخرج المواد الخام منها وبنبتدي نوديها للمصانع دي بدل ما ناخدها وننقلها لأماكن تانية وبعدين نرجع ننقلها، لا ده احنا بنصنعها، وطبعا المواني اللي موجودة داخل سينا بتسهل عملية التصدير. سيادة اللواء، سؤال أخير، ويمكن طبعا أنا عارفة أن حضرتك رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لكنه سؤال يعني بطبيعة الحال لازم نسأله، كل الانعكاسات دي أمنيا أتت بثمارها ولا لسه نقدر ننتظر؟ يعني الثمار أنا أقول لحضرتك يا فندم، أنا يمكن عشت في سينا من سنة 84 وكنت واقف فيها سينا، يمكن الفترة البسيطة اللي فاتت دي هي طبعا نتيجة يعني اللي حدث في 2011، هي دي الفترة اللي يمكن كان فيها مشكلة، إنما سينا آمنة 100%. وحاليا التحرك في أي أنحاء من سينا بلا مشاكل بفضل الله. يمكن عندنا برضو مشروع التجلي الأعظم في أرض السلام، هذا المشروع يمكن سيادة الرئيس أطلقه، منطقة سانت كاترين فيها الوادي المقدس هو اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه وكلم سيدنا موسى، هذه المنطقة يمكن كانت مهمشة لكن بدأنا نشتغل فيها وكان صعب الوصول إليها، بدأنا دلوقتي في أو الدولة بدأت في تنفيذ مطار لوصول السياحة ومن يتطلب الزيارة، وطريق حر على للوصول لها بخلاف ما يتم من تطويره بما يتواكب مع البيئة والتراث لهذه المنطقة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، كل خير بنشوفه في سينا براح قلبنا، وسينا ليها غلاوة مخصوص، كل شبر في أرض مصر غالي، إنما سينا دي قلب المعزة إذا صح التعبير، فكل تطوير وتقدم بيحصل في سينا غالي قوي على قلبنا، في كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد تحرير سينا. طيب يعني بعد ما حكينا في الحاجات اللذيذة والجد بقى، تعالوا نتكلم شوية في الهزار، لأنه في هزار كتير عمال يحصل الفترة اللي فاتت، وهزار في الجد يعني هزار مش لذيذ ومش وقته ومش موقفه ولا موقعه من الإعراب، لكن بيضغط على وتر كده شوية عندنا عاطفي. الكلام حول مصير إعادة مباراة مصر والسنغال، انتوا عارفين الكلام ده حصل بعد المباراة على طول، بعد المباراة بيوم يومين، لكن انه يبدأ يظهر دلوقتي وانه يبدأ الكلام عنه يبقى فيه جدل دلوقتي واحنا بنتكلم عن بعد 3 أسابيع من المباراة مثلا، بعتقد انه في بعض الشخصيات العامة اللي قررت انها تظهر في هذا الدور وانها تقول تصريحات مش هقدر اوصفها، لكن اسيب الكاتب والناقد الرياضي الاستاذ عمر البنوبي هو اللي يوصفها ويشرح لنا، احنا بنهزر ونتكلم جد
والكلام ده حتى لو كان هزار، ده هزار واقعي ولا ده فيكشن كده زي ما بيقولوا من محض الخيال. مساء الخير عليك استاذ عمر، وكل سنه وانت بالف خير. مساء الخير على حضرتك دكتور دينا، ومساء الخير على الساده المشاهدين، ورمضان كريم عليهم جميعا. الله اكبر. احكي لنا بقى الكلام ده ناخده كهزار وكمحاولات كده لنكش الجماهير، ولا في اي سند قانوني اداري موقف حصل ممكن يخليه كلام معقول؟ يعني خليني اقول انه توصيفات لطيفه اللي حضرتك استخدمتيها، لكن نتكلم شويه في الجد وبعدين نرجع للهزار. الجد انه بعد مباراة مصر والسنغال وتأهل السنغال بضربات الترجيح بعد أحداث مؤسفة كلنا شفناها في الملعب وبرا الملعب، لكن الجد أنه الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرار بأنه هيقدم ملف للفيفا لجنة الانضباط علشان طلب إعادة المباراة والتحقيق في التجاوزات اللي تمت خلال المباراة. لائحة الانضباط في الاتحاد الدولي المادة 16 فيها أربع حالات للشغب واقتحام الملعب واستخدام شعارات سياسية في مباريات، هي تخص المخالفات اللي تقع تحت لائحة الانضباط. لكن الحقيقة علشان يتم فكرة إعادة المباراة، الناس تبقى عارفة أنه إعادة المباراة ده ما بيحصلش كتير، يعني حالات بسيطة جدا. ده نقطة. النقطة الثانية أنه أنت لعبت الماتش، وكنت أتمنى طبعا أنه يكون في اعتراض على التجاوزات الجماهيرية اللي حصلت قبل المباراة، حتى لو نعترض قبل ضربات الترجيح على فكرة وجود الليزر والكلام ده، وده حقنا جوه الملعب وقتها. لكن بعد المباراة أنك تقدم طلب أنك تعيدها، والمباراة كان في تقرير مراقب أمني وتقرير الحكم، وتم اعتماد الكلام ده وتم اعتماد صعود السنغال وحضروا قرعة كاس العالم، فإحنا بنتكلم كلام بعيد عن الواقع شوية. حتى الاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق المتحدث الرسمي بتاعه دكتور وليد العطار قال، هو مين اللي قال ان الفيفا قرر ميعاد حتى للفصل في الشكوى؟ احنا ما تبلغناش اصلا باي حاجه. انا في تقديري ومن خبرتي في التعامل مع الفيفا ومع الملفات اللي زي دي، انه احتمال اعاده المباراه ده احتمال بعيد جدا جدا، وان كنت انا مع انه لو لنا حق نطالب بيه. طب يعني هو ده سؤالي تحديدا. يعني كابتن عمر، هو الفكره هو تم اتخاذ اي اجراء رسمي؟ يعني هل اتحاد الكوره اتحرك اصلا في الملف ده، ولا درسوه وشافوا عدم معقوليته وخلاص خلصت يعني؟ لا لا لا، الاتحاد قدم ملف مدعوم ببعض الفيديوهات وبعض الوقائع اللي حصلت في اذا السؤال الثاني، مدى معقوليه او منطقيه الاعاده استنادا الى اي احداث سابقه حصل فيها اعادات لمباريات؟ لا، الاحداث اللي تمت فيها اعاده المباريات كانت غير تماما اللي حصلت في مباراه مصر والسنغال، وبالتالي احتمال الاعاده زي ما قلت لحضرتك للساده المشاهدين احتمال بعيد جدا. لكن ممكن يكون في حد عاوز ينكش الجماهير زي ما حضرتك قلتي، حد عاوز يظهر على الساحه، ممكن السوشيال ميديا بيبقى عليها كلام كتير للم ترافيك مش اكتر. يعني انا امبارح كنت على القناه الجزائريه الدوليه، وهم برضو باعتين طلب او مقدمين شكوى بس في الحكم انهم يعيدوا المباراه الفاصله لكاس العالم بتاعتهم مع الكاميرون. لكن برضو الاحتمالات ضئيلة. حتى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجزائري وباسم منتخب الجزائر دخل معنا مداخلة وقتها وقال نفس الكلام، انه ما فيش اصلا اي قرار من الفيفا ولا في حاجة تردت على الملف اللي بعتوه. ففكرة اعادة المباريات ما ينفعش انه حد يعشم الناس بيها ويكون هو اصلا غير مسؤول في اتحاد الكورة. يعني انا لا، ده في تعشيم، ده في جزم، يعني ده في ناس بتقول. انا باكد لك. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والناقد الرياضي الاستاذ عمر البانوبي. يعني بطبيعه الحال انا اكتر حاجه بتعجبني في السوشيال ميديا انها كاشفه، وانها يعني بكره مش بعيد. ف والحاجه بقى اللي احنا عايزين نتعلمها كده العقل النقدي، يعني قبل ما نقول ونهتم ونركز ونعيد تدوير الاخبار، بس يا جماعه نفكر 3 دقايق ونسال 3 اسئله، صدقوني الموضوع يخلص. اي حاجه بتشوفها على السوشيال ميديا لو فكرت فيها 3 دقايق ولو سالت 3 اسئله، حتى ولو تعبت نفسك يعني تدور على اجابتهم، هتعرف تقرر بسهوله ايه المظبوط وايه المش مظبوط. على كل حال كنا نتمنى ذلك، واحنا عارفين انه حصل فعلا تجاوزات حقيقيه، لكن خلونا نتبنى مدرسه الواقعيه والاهتمام ببكره. خلونا بقى ننسى فكره البكاء على امبارح دي. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم 9. مساءكم خير. يوم 22 ابريل من كل سنه اسمه يوم الارض، ويمكن كده احنا بنقول يوم الارض احنا عندنا في وسط زحمه الاحداث والاخبار والاعياد والقصص والتفاصيل والعزومات والحاجات الكتير،
يوم الارض يوم الارض ايه كويس، يوم الارض حلو يعدي عليها، لكن في بعض الاماكن بيهتموا جدا بانهم يعملوا حاله من التوعيه بيوم الارض. كنت تلاقي انه مبادرات زي اننا نطفي النور ساعه عشان يوم الارض، عشان البيئه، وعشان ننتبه كلنا ساعه، كل بلاد العالم تطفي الكهرباء كلها عشان تخفف من الاستهلاك في الارض. اليوم العالمي للارض السنه دي شعاره كده: استثمروا في كوكبنا من أجل إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ وتحدياته. اللي متابع وعارف اللي بيحصل في العالم واللي بيحصل في مصر، مصر السنة دي بتستضيف واحد من أهم الفعاليات العالمية لتغير المناخ، وهو كوب 7. المؤتمر ده من أهم المؤتمرات والمنتديات الدولية لتغير المناخ، ومصر مشاركة فيه من قبل ما نبدأ حتى في استضافته، لكنها مشاركة في كل الفعاليات الدولية اللي تخصه. طيب ده بالنسبة لي أنا يهمني في إيه؟ أو ده أنا أقدر أعمل فيه إيه؟ تاني هنرجع نقول في أجيال أصغر أكثر وعياً. يعني هتلاقي كده ابنك أو بنتك اللي بيدرسوا منهج رابعة ابتدائي اللي مش عاجبك، اللي بتقول عليه غلس وتقيل، اسأله كده، قول له مثلاً إيه دورنا في حماية البحر؟ هيقول لك يا نهار ابيض، حمايه البحر ده احنا لازم نلم كل البلاستيك اللي في البحر، وهتلاقي ان اكتر حاجه خطر على البحر والبيئه بتاعه المحيطات هي البلاستيك. هتلاقيه فاهم وعارف، وهتلاقي اي حد تعليمه افضل شويه قادر يقول لك انه احنا بنطفي النور اللي مش بنستخدمه، واننا بنقفل الميه قد ما نقدر، واننا بنستهلك اقل. كل ما تبقى علمك اكتر او ثقافتك اعلى، كل ما تلاقي ان انت فاهم يعني ايه رغيف العيش ده، لو رخيص او غالي، لو أقدر على ثمنه أو ما أقدرش، أنا بحافظ عليه. ده اسمه الاستثمار في الكوكب. فده دور بقى الناس العادية، أنه يوم الأرض يعني إيه الأرض اللي شايلانا دي مش قادرة تستحمل ده. فبالتالي كل واحد فينا بيعمل حاجة صغيرة جدا، هو بيعمل دور كبير في الحفاظ على الأرض. ده اللي ساعات بننسى نقوله، وساعات بننسى نتكلم عنه في خضم أحداث كتير. إذا كنت أنت بتقوله أو بتعرفه أو بتتابعه أو لأ، على الأقل الله يخليك لما تلاقي المدرسة بتعلم ولادك ده شجعهم. ما تقعدش تصرخ قدامهم وتقول لهم المنهج صعب، ما تقعدش تقول لهم مش هتقدروا، لكن الحقيقة هم هيقدروا. وإذا يمكن كان في أجيال كده وقعت من كل قيم مهمة وحلوة، الأجيال اللي جاية فيها أمل كبير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة كل الحاجات الحلوة، يعني النهاردة اتكلمنا على عيد تحرير سيناء وعلى يوم الأرض، ومتكلم عن أعياد، وكل سنة وكل المصريين بألف خير. عيد القيامة بعد بكرة، بنستعد خلاص لعيد الفطر، احنا من دلوقتي ابتدت الناس يقولوا لنا بعد العيد، فخلاص انت دخلت في أجواء العيد. كل سنة واحنا بألف خير يا رب وصحة. دي كانت حلقتنا النهاردة في التاسعة، اشوفكم إن شاء الله على كل خير.